بشكل أكبر من الأحداث في المغرب والوضع حاليا عبارة عن إيه من خلال الأستاذ محمد فنكار الصحفي المغربي الكبير. يا أستاذ محمد أهلا بيك، منورنا. أهلا كابتن أمير، وأهلا بمتابعي قناة الأهلي وللشعب المصري، وكل سنة وأنتم طيبين. اهلا بيك وانت طيب، ومنورنا اكيد في على شاشه قناه النادي الاهلي. لكن في البدايه عايز اطمن من خلالك على الاوضاع في المغرب بخصوص تفشي فيروس كورونا، وايه اخر التطورات؟ بطبيعة الحال يعني فيروس كورونا الآن منتشر في العالم بأكمله، وحتى في المغرب يعني يحصد يعني مجموعة من الأرقام سواء الوفيات أو الإصابات. اليوم في المجال الرياضي يعني إصابة أكثر من 140 يعني لاعب مغربي في البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني. هناك مجموعة من الإصابات، فرق مغربية حتى في القسم الوطني الأول يعني الدوري الاحترافي مصابة، الوداد واكتشاف قبل يومين يعني أول حالة في فريق الرجاء. يعني هناك كلام كثير عن الفيروس، وخاصة يعني لاعبي الوداد الذين أصيبوا تقريبا في مجموع مكونات الفريق، تقريبا هناك 14 فرد مصاب بفيروس كورونا. أعتقد بأنه البطولة الاحترافية تعاني شيئا ما من كثرة المؤجلات بسبب فيروس كورونا. طيب موقف استكمال المسابقة المحلية تحديدا في المغرب، هل تحدد الموقف نهائيا ولا لسه في انتظار أي مستجدات؟ لا حاليا الوضع فقط في القسم الثاني يعني موقوف، يعني بطولة القسم الثاني توقفت حتى يعني موعد لاحق حتى يعني تلعب المؤجلات. البطولة الاحترافية أظن بأنه تسير نحو استكمال الدوري، كويس. بحكم أن أجندة الاتحاد المغربي وعلاقته أولى دفتر تحملات الكاف والاتحاد الإفريقي يفرض أيضا منح الفرق المشاركة في البطولات القارية. اليوم في المغرب أعتقد بأن الجامعة المغربية والاتحاد المغربي سوف يستأنف الدوري، لابد من إنهاء هذا الموسم حتى يعني يتعرف على الأبطال والفرق المشاركة في المسابقات القارية. هو متبقي كم جولة في بطولة الدوري المغربي؟ يعني هناك فرق لعبت تقريبا 25 دورة، يعني باقي لها 5 دورات، وهناك فرق كويس. يعني لعبت 26 دورة. يعني هناك كثير من المؤجلات التي جعلت الدوري المغربي له تراكمات كبيرة، خصوصا على مستوى المباريات. الديربي بين الوداد والرجاء تأجل، وكما قلت يعني هناك فرق بقيت لها 5 مباريات، وهناك فرق بقيت لها 8، وهناك فرق يعني بقيت لها 7. يعني هناك الوضع ليس جيدا لحد الساعة، وغير مفهوم لحد الساعة، لأنه كل مرة تؤجل مباريات وننتظر يعني تحليلات الفرق المشاركة في البطولة حتى يتسنى للجامعة أخذ القرار المناسب. مثلا مباراة اتحاد طنجة وفريق الرجاء التي كانت ستلعب هذا الأسبوع، طلب فريق اتحاد طنجة بحكم أنه أكثر فريق تعرض عفوا للإصابة بفيروس كورونا، 26 يعني فردا من مكوناته أصيبوا بهذا الفيروس، تأجلت له مباريات كثيرة، وهو فريق يعني يلعب هذه السنة على المراتب الأخيرة، في حين أن الرجاء تقريبا لعب أغلب مبارياته باستثناء مباراة الديربي وأيضا مباراة أخرى مؤجلة، في انتظار يعني الكشف عن برنامج الدورات القادمة في البطولة الاحترافية. طيب تحديدا عايز اسالك يا استاذ محمد بخصوص دور نصف النهائي بطوله دوري ابطال افريقيا وموقف الانديه المغربيه من جزئيه التفكير في تاجيل هذا الدور، او على اقل تقدير ان هم يقدموا طلب للاتحاد الافريقي وفي انتظار مثلا موافقته من عدمها. هل في نيه عند الاتحاد او تحديدا عند فريق الوداد اللي هو عنده اكثر عدد من الاصابات ان هو يطلب تاجيل مباراه دور نصف النهائي؟ احنا عارفين ان الرجاء تقريبا ما فيهوش غير حاله واحده تقريبا لسه ظاهره مؤخرا، لكن كان في مساحات اتعملت لهم المساحات كلها سلبية، لكن موقف نادي الوداد هل في نية فعلا ان هو يطلب التأجيل ولا لا؟ لنكون صريحين، يعني المباراة ستكون يوم 26 شتنبر. كويس. الوقت حاليا ليس يعني لن يحدد هل يمكن الوداد أن يؤجل المباراة أم لا. الأمور الآن طبيعية جدا، هناك نسبة كبيرة من اللاعبين يتشوفون يعني في الأيام الأخيرة خاصة في فريق الوداد. النية حاليا لنكون صريحين غير موجودة، في تمام. انتظار تطورات أخرى، في انتظار مساحات طبية أخرى، في انتظار تحاليل للتعرف عن المصابين أو المخالطين باللاعبين، لكن حاليا ليس هناك نية للتأجيل بتاتا. الجميع يتحدث عن أن المباريات
ستلعب في وقتها، خاصة وأنه أزيد يعني مازال هناك وقت كبير للتفكير في هذه في هذا الطرح. تمام. طيب عايز استغل فرصه تواجدك معايا واسالك على رايك وكيف ترى المنافسه على بطوله دوري ابطال افريقيا في ظل تواجد 4 فرق من كبار القاره، سواء الاهلي او الزمالك والوداد او الرجاء. بتشوف المنافسه ازاي في الدور ده وعلى البطوله بشكل كامل؟ ويعني بغض النظر عن فيروس كورونا الذي يعني سيمنع الجماهير من الحضور بنسبة كبيرة، لأنه الاتحادات أظن بدأ في المغرب يعني الأمر محسوم جدا أن الجماهير لن تحضر، وسبق وأن قلتها في برنامج مع السادسة. بالنسبة لمباريات أخرى أعتقد بأن المستوى التقني حاليا ليس هو المستوى التقني الذي كنا يعني نطمح إليه بالنسبة للفرق المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. في البطولة نرى يعني هفوات للفرق الأربعة، هناك يعني نتائج متباينة باستثناء الرجاء الذي يقدم يعني هذا الموسم موسم جيد في ظل فيروس كورونا، لكن نتطلع أن تكون المباريات يعني في مستوى راقي وأن نستمتع نحن ك يعني كإعلاميين وجماهير بالمستوى التقني. لأعود للسؤال الخاص بك، أظن بأن مباراة الأهلي الأهلي عفوا والوداد سيكون لها طعم خاص، خاصة وأنه هناك يعني تأر بين الأهلي والوداد بعد يعني تتويج الوداد سنة 2017، سيكون لها طعم خاص، سنرى يعني فرجة، سنرى يعني روح عالية من الفريقين كما قلت، خاصة من الأهلي الذي يتطلع للتتويج بالتاسعة. وبخصوص مباراة الزمالك والرجاء فأعتقد بأن أيضا مباراة يعني ستؤكد قوة الفريقين إفريقيا. هذا ما يمكن أن يقوله. تمام. طيب القول الفصل في جزئية أو في حالة تأهل نادي من مصر، اللي هو إن شاء الله يكون النادي الأهلي، ونادي من المغرب. بعتذر، مستمعك سامعني كده أستاذ محمد؟ أيوه كده كده بقول لك القول الفصل في جزئية أو في حالة تأهل فريق من مصر للنهائي وفريق من المغرب للنهائي، المباراة النهائية اللي هي هتبقى مباراة وحيدة هتقام في أنهي ملعب؟ هل زي ما سمعنا بالقرعة أو سمعنا بعض التكهنات وبعض الأخبار، هل في أكيد بخصوص الجانب ده تحديدا؟ السؤال كان أظن على الملعب المحتضن للنهائي. بالظبط. حاليا يعني كما يتابع الجميع فمن الصعب أن يعني يتم تحديد الملعب، خاصة وأنه مجموعة من الدول تعاني كما قلنا من الفيروس. ليس هناك توجهات على ما أعتقد لاحتضان المغرب للنهائي أو مصر للنهائي، بحكم إلا في حالة واحدة يعني تأهل فرقتين من الفريقين هنا من أو نفس فرقتين من البلد هنا. إلى النهائي. هذا هو التوجه يعني الأقرب إلى الصواب، والذي يعني حسب يعني ما يروج الآن هو الذي يمكن أن يكون. لكن في حال تأهل فريق مغربي وفريق مصري إلى النهائي، الكاف عليه اتخاذ القرار منذ الآن وليس انتظار حتى موعد النهائي أو حتى تأهل الفريقين، لأنه دائما جهاز قوي كالكاف لابد أن يتخذ قراراته وأن يضع توجهات مختلفة، حتى يعني لا نتكلم عشوائيا لأنه مؤسسة كما قلت مؤسسة أكيد. كبيرة ولها مؤسسة، ويجب أن تضع الملعب والترشيحات قبل بداية المباريات نصف النهائي. تمام. يا أستاذ محمد أنا بشكرك شكرا جزيلا. الأستاذ محمد فنكار الصحفي المغربي الكبير كان ضيفنا العزيز من خلال سكايب، وقال لنا كل التفاصيل بتتعلق بآخر التطورات في دولة المغرب الشقيق، وإن